Tasman's still downstairs. He's still down. مباراة جميلة ديال المستودع بإمكانه مرة عند أوغندا المستودع. تعود مرة ثانية. المتابعة مصطفى مستودع داخل منطقة الجزاء. مستودع طرحة جميلة باش تراوح. جميلة ديال اللاعبين ديال الفريق الترجي البيضاوي محظوظ بمدافع جميلة قد فاز طريقة جميلة باش مستوى حتى تدخلات عنيفة بالفعل وداع لاحظوا كما قلت ف الإصابة هي العدو الأول للاعبين إلا مصطفى مستودع فراه كانت صديقة ديالو ورفيقة الدرب بالنسبة ليه فأي لاعب في بلاصتو كان غادي يحبس كورة في البداية ديالو وحتى لرجع ما غاديش يرجع بنفس الثقه بحيث كان غير كيجي من اصابه كيعاود يطيح في وحده اخرى فالجمهور اللي تبهر بمهارته في المونديال ونباهر للسرعه ديالو راه شاف مستودع نسخه 32 سنه اذا كيفاش كان في 20 سنه فاشنا هي الظروف اللي بدا بها مستودع المسيره الكرويه وكيفاش سالا كواحد من اساطير النادي الاخضر 25 سبتمبر سنه 1968 خرج مستودع للوجود بحي بين المدون الاندلس الزنقه 18 بالدار البيضاء لكن دوز الطفوله والشباب ديالو بحي مولاي عبد الله فمن هذا الحي بدا اللقب الشهير ديالو سميكا بحيث كان عنده مشكل في السمع فبحال كاع الدراري لعب مستودع مع الفرقه ديال الحومه واللي كان سميتها شباب بين المدون مع المدرب عبد الله الزاكي فكانوا كيلعبوا الدوريات الرمضانيه وما الى ذلك حتى لسنه 1988 فين غادي يدي واحد السيد الاسم ديالو جمال الفريق الرجاء فئه الجونيور وهو في عمر 20 سنه غادي يبدا مع المدرب محمد فاخر فما كانش عنده اي تجربه تكوينيه من الدرب للرجاء فكان محمد عنده دور كبير في تكوين اللاعب باش يكون لاعب واجد للفريق الاول فمن الطرائف اللي وقعت لي معه انه واحد النهار سال التدريب مع الفريق وبقى كيتريني على شي بيش من زاويه مغلقه حتى خرج ليه فاخر من الجنب وقال ليه ماشي بحال هكا كنماركيو تما غتعطي الكره لصاحبك غادي ماركي احسن منك اش هاد الكره عندك النصيحه اللي استفاد منها مستودع بزاف وكانت بحال تاثير الفراشه فبسبب هاد النصيحه اللي تقالت في 88 الرجاء دات العصبه سنه 97 فمستودع استحضرها قبل ما يمرر الكره للنازير اللي سجل هدف الفوز فلعب معهم سنه كانت كافية باش توصل أصدقاء الفريق الأول اللي كانوا ديما كيستمتعوا به في مباريات رفع الستار. كان كيلعب في الفئات الصغرى ديالنا ديال فريق الرجاء وكنا كنا في الفريق الأول حنا في كنبغيو نلعبوا أي مقابلة كان الفرق الفئات ديال الجونيور كيلعبوا قدامنا وكنا كنطلعوا نسخنوا وحق الله العظيم واليوم هذا رمضان كنا كنطلعوا باش نتفرجوا في مستودع سيرتو في مستودع وبصير كنا كنتنبؤوا في هذاك الوقت بأن مستودع غادي يكون له واحد الشأن كبير في فريق الرجاء البيضاء. موسم 89 غادي تكون البداية ديال مستودع مع الفريق الأول وأول مقابلة ليه كانت ضد الجيش الملكي فما كانش هذا الموسم بداية الأفراح عند مستودع فقد كان أيضا بداية سلسلة الإصابات فبعد ما تسجل في اللائحة الإفريقية الرابح سهدان غادي تصاب ضد الطاس وبالتالي غادي تحرم من أول نهائي دوري أبطال إفريقيا سنة 1991 ومع قدوم المدرب كابريتا لاحظ المشكل ديال الأذن ديالو فقال لي غادي تمشي دير عمليه الاذن وكان وعدك ملي تجي غادي تلقى بلاصتك باقه فالرجاء انا ذاك انت كتحضر وكتريني وخايف على بلاصتك مع اساطير في نهايه المشوار ديالهم امثال ظلمي الحمراوي فتحي جمال وسعيد صداقي فكيفاش غادي تضمنها وانت ما كاينش اصلا فمشى مصطفى للعمليه وملي رجع غادي يوفي معاه كابريطا بالوعد ديالو الحاجه اللي ما عمر مستودع ينساها لتكون الاستمراريه ديالو بالفريق مرتبطه بالاصابات فباش نحطكم في الصوره فراه الطب الرياضي والتتبع بالرجاء بدايه التسعينات ما كانش بحال اليوم فاحدى الاصابات لمستودع بالكاحل او كما كنقولوا بالدارجه الشوفيه الطبيب قال للمستودع غادي دير القبص وغادي ترجع وراه 20 يوم وغادي تمص البالون فغير وصل للدار تبعوه الجمهور وداوه لاحد المعالجين الطبيعيين اللي مسد ليه رجليه في النتيجه كانت الغياب ديالو لاكثر من 6 اشهر فما كانش الاستقرار في البدايه ديالو هادشي اللي خلى الناس تشوف غير مستودع ديال من 97 حتى لسنه 2000 من غير اللاعبين اللي كانوا معاه والجمهور اللي كان كيتنقل انذاك في مقابلات الرجاء وكانوا قلال
فمن الحوايج اللي كيتقالوا بزاف هو انه الجمهور في مباريات الدراجة انذاك كيبدل بلاصتو في التيران على حسب في اللاعب المستودع. فهاد الحقبة والى غاية 1996 كانت الدراجة كتمتاز بثلاثي هجومي رائع، هما مستودع بصير والمايسترو عمر النجاري. فهاد المواسم غادي يفوزوا بالبطولة وكأس العرش مع المدرب اللي يكونوا وهو محمد فاخر، وهو آخر كأس غادي يحضر ليه الملك الراحل الحسن الثاني. فمن هاد التتويج غادي يبدا الجيل الذهبي للراجة اللي ما خلى حتى لقب ما داش، واللي كان رقم واحد فيه هو مستودع بالإجماع. فمع رحيل بصير غادي ينقص لاعب من مثلث الرجاء الممتع، فسرعان ما غادي يكتمل بقدوم العازف رضا الرياحي اللي تبدأ صفحة أخرى المستودع مع النجومية والألقاب، وشوية غادي يرتاح من الإصابات الكثيرة من غير إصابة الكتف. فالألقاب ديالو مع الرجاء كانت كالتالي: 5 البطولات متتالية سنوات 96 97 98 99 و2000، وكأس عرش واحدة موسم 96 اللي فيه ذكرناها، وجوج عصبات سنوات 97 و99 اللي كان عنده دور محوري في الفوز بهم، بلا ما نحسبوا العصبة 89 اللي حرماته منها الإصابة رغم أنه كان متواجد في اللائحة. ثم كأس الأفرو أسيوية سنة 1999 ضد بوهانغ الكوري الجنوبي، ثم المشاركة الأسطورية في كأس العالم للأندية بالبرازيل. فبحكم السنوات اللي قضاها في الرجاء فراه كان صلة وصل بين ثلاث أجيال ومرجع للاعبين الشباب اللي يلاه كيبداو مع الرجاء، واللي من بعد داروا كارير كبير من طالال القرقوري السفري إلى مصباح عبو بوناطير اللي كيعتبروا القدوة ديالو. كيف قلت لك أنا تتعطابي بالمثال هذاك هو القدوة ديالي. من غير البطولات المحلية قلال اللاعبين اللي كيبقاو في نفس المستوى في البطولات القارية ولا سيما النهائيات. مستودع كنتي فيما كتحتاجو كتلقاه، ففي أول نهائي غيلعب ضد جولدفيلدز واللي غادي يسالي بكسر في الأنف ديالو، غادي يدير مستودع كل ما يمكن فعله في مباراة تاريخية اللي غادي تسالي بتسيد الرجاء للقارة الإفريقية لتاني مرة. وقت قصير يسمحوا ربعه ديال المهاجمين تيبين بان عندهم امكانيات. مستودع تمريره جميله لعند رضا الرياحي، رضا الرياحي ضاق ضمن جوج ديال اللاعبين عند مستودع، مراوغه جميله ديال مستودع، تمرة فرصه ديال فريق ضربه مقص، تمريره جميله كان بوحدو، ما عرفتش واش كان يمكن من دقه الجزاء تنزل الكره امام مستودع دفع كانت كثير. هذه محاوله ديال فريق الرجاء البيضاوي عند مستودع داخل منطقه الجزاء، وجوه مضاد لفائدة الفريق الغاني. تمريرة جميلة عند من عند مستودع، مستودع تيحاول باش يدوز من الجهة اليسرى، مستودع بإمكانه باش يمر الآن. ضربة خطأ لفائدة مستودع، وأول إنذار في اللقاء. مستودع مراوغة جميلة ديال مستودع بإمكانه يمر عند أوغندقا. مستودع من وراء هذا اللقب الرجاء غادي تجيها دعوه من نادي يوفنتوس، واحد من انديه الصفوه باوروبا انذاك، ومستودع غادي يدير مباراه في المستوى الكبير. poi ancora Mustaudi che è partito davvero alla grande, che prova a creare qualche difficoltà alla difesa bianconera, commette anche fallo, stretta di mano col Montero. eccolo qua Mustafa Mustaudi, poi un gioco di prestigio di Del Piero. Del Piero che viene tuttavia ingabbiato dai giocatori della squadra del Raja con Mustaudia autore di questo spunto. E palla che poi Nasir, sembra buona la palla, conclusione molto bella ancora da parte di Mustaudia, la respinta a pugni chiusi da parte di Michelangelo Rampulla. Della Raja ha già disputato 4 amichevoli, 3 in Francia, la prima contro una squadra di seconda. Accelera il ritmo, va maggior vigore alla propria azione. Parte con Mustaudia. Il bel dribbling del giocatore che viene del giocatore Alessandro Birindelli, mentre rivediamo
la sua scorrettezza. Aidan sfiorata, vedete che scuote il capo insoddisfatto per quanto è accaduto. Comunque devono avere degli ordini di scuderia proprio di... Ultima sostituzione, quella alla quale stiamo assistendo, Moustaoudia, che viene... وثاني لقب افريقي المستودع غادي يكون عصبه الابطال سنه 1999 اللي كان حاسم في جوج المباريات انذاك بالسرعه المعهوده ديالو واللي كنعاود نقولها سرعه مستودع نسخه 31 سنه بعد العديد من الاصابات. خربوش كره جميله المستودع مستودع مشى عند مستودع مستودع كره كون فنيه غريبه راه المعترك فرق الرجاء سواء على مستوى الكره الثابته او على مستوى ضربات الزاويه عنده خاصيه القلب في اتجاه السفري سراش غادي يعمل كتمشي عند اللاعب الهدف الرابع لفريق الرجاء المشكل هو اللاعب السوداء فانتاكا لاعب كيعتمد كثير على المترابطات الثنائيه مستودع اش غادي يعمل تعاون رغم جديد تمرار مستودع تمرر مستودع اوغانداغا مستودع ممتاز ياتي عن مستودع غادي يعمل غادي يقدر من الاشياء اللي حفزات اللاعب مستودع مستودع اش غادي يعمل تعاون رغم جديد تمرر دخل الحيري ديال جمهور ديال فرق الرجاء اللي كيبحث دائما على النتيجه والبحث مهارات كبيرة الحيمر مستودع طرحة جميلة كذلك سف المدرب الكبار غادي يعمل لاعب خربوش خربوش مستودع من جديد واحد جوج ديال اللاعبين كينسان اش غادي يعمل تيراوغ من جديد طريقة سينمائية كيتوقع من جديد تيدخل كيختار مستودع كيدخل اش غادي يعمل تبناو ضيف هدف ثالث خليف خليف يختار يقتف لانه كان امامه مصطفى خليف ما عرفش شنو بغى يعمل مستودع بعد الكره كانوا مع اربعه اللاعبين ما كانش فوضيه مناسبه فبعد تاهل النهائي ضد فريق الترجي ورغم كل الالاعب انتصرت عزيمه الفريق الاخضر ومهارة مستودع اللي خلات الخصم يعترف به. عجبني اللاعب نمره 10 مستودع لاعب وتعطاه شرف حمل الكأس بعد الطرد المدبر لجريندو. لاعبين اساسيين الفريق اللي تشبه 100% في طرد عميس الفريق طرد الشهاده. جميله ديال لاعبين ديال الفريق الرجاء البيضاوي. محبوس في المدافع جميله خطفه. طريقه جميله باش فورا هذا اللقب الرجاء مشى دافع على الكأس الافرو اسيويه ضد فريق بوهانغ الكوري. فبعد الانتصار في الذهب اللي كان مستودع عنده دور كبير فيه جاء الإياب اللي بدأ فيه مصطفى وفي لحظة رائعة غادي يتم استبدال المستودع لكن اللاعب ريمي عارض الفكرة لاقتناعه أن مستودع عنده دور كبير في الملعب وكان مستودع كيخرج يتهضر اسكار اسكار وانت تقول هذوك بوتوش تخلي مستودع لاهيهم راه مستودع هو اللي كيشد الكرة ديال 20 متر مستودع كيشدها كيبروتيجيها فهمتي مستودع القوة الضاربة بفريق رجاء البيضاء من طرف اللاعب مستودع مستودع تجاوز لكن هناك لاعبين تجاوز الاول خطأ ممتاز مستودع 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 ممتاز كرة بعيدة لعند المستودع مستودع ممتاز مستودع انضرب لكن مفاجأة كرة طويلة ما خرجتش ممتاز 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 مستودع مستودع ممتاز عند خالد ثم جاءت احدى ابرز محطات مستودع مع الرجاء اللي بينت النسخه الاسطوريه ديالو للعالم اللي كانت فيها متابعه اعلاميه ضخمه وهي كاس العالم للانديه اللي كانت فيها الرجاء في مجموعه ضم نادي القرن ريال مدريد والمباراه اللي خلات المدافع الاسطوري هيرو يتساءل لماذا هذا النجم لا يتواجد مع المنتخب واللاعب اللي كان داير عليه حراسه كاريمبو اعترف بكل صراحه مستودع لقد اتعبني في المارو خامس خضر بيت بس بيع بارسي والناس مرولين لا عشقوا في
لاعب اللي بامكانه يتجاوز لاعب جوج. من بعد هاد السنين اللي قدم مع الرجاء غادي ينتقل لفريق الامارات الاماراتي في اول تجربه احترافيه ليه، ثم الظفره الاماراتي لثلاث سنوات. فراه كان صعيب عليه احتراف من بعد المعاناه اللي دوز طوال المسيره ديالو مع الاصابه اللي منعته من الالتحاق بفرق كبيره، لكن هذا لا يمنع انه خلص صدى طيب بالامارات اللي من بعد وفي سنه 2011 غادي تعتمد عليه الجامعه الاماراتيه في تدريب هجوم شباب المنتخب الاماراتي. بعد الهواء وهذا مصطفى مستودع، واضح عبد الرحيم رايح واخذ مصطفى مستودع. بالحديث عن المنتخب فمستودع كان ديما كيتنادى عليه منذ سنه 1993، لكن المنادات اللي كان كلشي كيتسناها حيت كان في اوج العطاء ديالو هي سنه 1998، وكان قد التحق بالمعسكر التدريبي ثم ما كملش. واختلفت تأويلات انذاك واش بسبب الاصابه او انه كان هناك راي اخر لهونري ميشيل. جرى معنا واحد المعسكر مع هونري ميشيل في لا بريباراسيون ديال لا كوب دي موند، وكان في القمه ديالو واقتنع به المدرب، ولكن المشكل اللي كان تيعاني منه دائما مصطفى مستودع ولا الشكل ديال هذوك اللاعبين من هذيك الطينه ديال اللاعبين وهما الاصابات. من بعد الاعتزال ديالو اشتغل مستودع في تدريب صغار نادي الرجاء في صمت، والصمت هي اللغه اللي كان كيعرف لها مستودع بحيث انه متواضع جدا وخجول لاقصى درجه. فمن اسباب حب الجمهور المغربي ليه هي اخلاقه العاليه. فراه كان كيلعب نهائيات مشحونه في حيث جول اللاعبين كيفقدوا السيطره على الاعصاب ديالهم وكيستفزوا الخصوم، الشيء اللي كيخليهم مكروهين من جهتهم. لاعبين قلال اللي كيضبطوا راسهم في هاد اللحظات، ومستودع كان واحد منهم. هادشي كامل خلاه يكون سبب في حب الرجاء العديد من الشباب، خصوصا مواليد التسعينات، بحيث كان بالنسبه لينا شي حاجه اسطوريه غير كيعاودوا لينا عليها، ما شفناهاش وكنا كنبغيوها بزاف. الى عجبك الفيديو شارك في القناه باش نتشجعوا الفيديوهات الجايين. كان معكم مروان أسيرو، شكرا على المشاهده، نتلاقاو في الفيديو المقبل.